معانا دلوقتي الفنان الجميل لمين عطاء الواخد في الديرجست جايزه افضل سنجل. نرحب بيك. برحب بيكو. وافضل مطرب شاب بالنسبه لي حاجه تشرفني جدا، وان انا وسط النجوم كبار زي عمرو دياب واصاله والهضبه والاصاله طبعا حاجه تبسطني جدا وتخليني دايما اسعى ان انا احافظ على 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 المجهود اللي انا بعمله ده، وان انا احافظ على مستواي ده ان شاء الله. 2017 بالنسبه لك كانت ازاي؟ 2017 كانت سنه جميله الحمد لله. عملت فيها اغنيه معجبين اللي على اساسها الناس صوتت في الديرجست، وكانوا شاخر عليه الحمد لله. يعني بما انك احد اهم النجوم اللي اكتشفت في المسابقات الغنائيه، رايك ايه في برامج المسابقات، وهل ما زالت زي ما هي ولا فقدت بريقها؟ والله ما بقتش زي زمان طبعا، بس يعني انا شايف ان برامج المواهب بتقطع شوط كبير قوي للفنان، بدل ما يعمل ده لوحده بره، لا النهارده بتقطع شوط كبير قوي بتوصلك للناس على طول. مش هنشوف سينما قريب ولا ايه؟ يا رب لو لقيت دور مناسب ان شاء الله اعمل كده على طول. ايه بقى الالبومز اللي جايه ليك او السنجلز اللي جايه ليك؟ قريب ان شاء الله اصور عن اود العنب، كلمات احمد راشد، توزيع كريم عبد الوهاب، والحان وتوزيع محمد رحيم برضو.